الانطلاقات هنا بأرضية هذا الميدان. شوط الأول لينطلق من جديد، شوط أيضا لا يقل أهمية عن شوط الماضي الذي كان أيضا مع ابناء التوية حاملا السلامات والانطلاقات المتميزة. نسير مع البداية والصدارة الأولى هناك مع شاهين سليمان بخليفة الحكماني، يتقدم الجميع مع صدارة والبداية بينما شاهين طهميم مطر بن عنودة العامري الغادم في هذه اللحظات، بينما الوصول والقدوم أيضا هناك من يحمل رقم 44 شاهين هادم بن حارب المغير الخيلي مع رابع المراكز خامس المراكز، هناك مع هادف بن حارب المغير الخيلي مع رابع المراكز خامس المراكز، والوصول في هذه اللحظات مع شعار بن مبخوتة العامري الواصل في هذه اللحظات. نشوف ونتابع. يا سلام يا سلام يا سلام، الله، جولة الأوامر النهائية، جولة الأوامر وروحي اللي يبغي روح الصدارة والمقدمة الأولى ما شاء الله بهذا الانطلاق مع سليمان بخليفة الحكماني من يتقدم هناك حاملا بهذا الشعار المتميز، حاملا بهذا الحضور الرائع. يا سلام، بينما المركز الثاني طميم مطر بن علودة العامري، يا سلام، نشوف بو خليفة راح السلام إلى السلطنة يضيف الإنجاز. الله، هذا شاهين صاحب إنجازات متميزة مع الصدارة والمتقدمة، سليمان بن خليفة الحكماني مع الصدارة الأولى والمقدمة الأولى ما شاء الله. سلام، مشكور بو خليفة، مشكور على هذا الحضور، وسلام للسلطنة، سلام سلام الأداء المتميز. المركز الثاني هناك مع سعيد بن محمد بالكيل العامري، بين المركز الثالث والوصول هناك مع حضور